عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والوطن العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ودور الـ 32 من الموسم السابع لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم السابع من العباقرة، يا ترى مين اللي هيفوز بكأس البطولة؟ ويا ترى مين اللي هيفوز بكأس أفضل لاعب؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي في المرحلة الأولى، كل نقطة بألفين جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 6,870,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. ٣٢ مدرسة من 17 محافظة مصرية بيتنافسوا الوصول لكأس العباقرة الموسم السابع، وأول مدرسة مشرفانة من صعيد مصر محافظة الأقصر. نرحب كلنا بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية. مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية أنشئت في أوائل ستينات القرن العشرين، وكانت توصف بمدرسة المعلمين والمعلمات. تحولت بعد ذلك إلى مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنين، قبل أن تصبح مدرسة ثانوية عسكرية في نوفمبر 2018. تضم المدرسة معامل الحاسب الآلي والمواد العلمية ومكتبة ومعمل شبكات ومسرحاً تعليمياً وقاعة محاضرات. تشارك المدرسة في العديد من المسابقات والأنشطة الفنية والثقافية والدينية والرياضية. هنمثل مدرسة خالد بن الوليد في ماتش النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم محمد مصطفى. اسمي محمد مصطفى، سنة 18 سنة، مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، محافظة الأقصر. أول ما سمعت إن أنا هشارك في العباقرة يعني ما صدقتش نفسي، يعني حسيت إحساس جميل جدا إن أنا أشوف نفسي في العباقرة. يعني إن شاء الله أتوقع إن إحنا نفوز إن شاء الله ونستمر بإذن الله. أكتر حي شاطر فيها الرياضة، يعني الرياضيات، وخايف من فقرات الفنون يعني. محمد بهاء. اسمي محمد بهاء، مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، السن 17 سنة، محافظة الأقصر. رأيي في دور البنك الأهلي إنه يعني بيساعد على تطوير المدارس. أنا يعني أكتر حاجة كويس فيها التاريخ والجغرافيا، أكتر حاجة خايف منها فقرة الفنون. إبراهيم مصطفى. إبراهيم مصطفى، 19 سنة، مدرسة خالد بن الوليد، محافظة الأقصر. طبعاً هو شعور جميل إن أنا أشارك في برنامج زي العباقرة، يعني حاجة مش سهلة برضه. زمايلي طبعاً كانوا بيحبطوني، أنت مش هتقدر، برنامج العباقرة حاجة صعبة، أنت إزاي هتروح تنافس، هتخسر، ملهاش لازم إن أنت تروح. بس طبعاً الحمد لله في الأول وفي الآخر أهلي كانوا واقفين جنبي دايماً، وطبعاً بوجه الشكر لمامتي اللي كانت واقفة جنبي دايماً. محمد أحمد. اسمي محمد أحمد، سني 16 سنة، مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، محافظة الأقصر. أنا وزمايلي جمعنا معلومات من مختلف الكتب ومواقع الإلكترونية. أهلي فرحوا جداً أول ما عرفوا إن مدرستنا هتشارك في برنامج العباقرة، وما كانوش مصدقين زي بالظبط يعني. شباب الأقصر، الحمد لله على السلامة. مشوار ما كانش سهل، احنا عارفين ومقدرين جدا حجم المجهود اللي انتوا بتعملوه. محمد مصطفى، جيتوا في كم ساعة؟ في حوالي 13 ساعة. 13 ساعة، بس الموضوع يستاهل؟ يستاهل أكيد. تمام. ما كناش غمرنا يعني. برافو عليك. قول لي يا محمد، عايز تبقى مهندس يا ميكانيكا يا عمارة؟ إن شاء الله. في رأيك إيه اللي حيفصل؟ إيه اللي حيخليك تاخد القرار؟ التنسيق إن شاء الله، أو فيما بعد طموحات أو التطلعات اللي أنا بأمل إليها يعني. طب لو عندك الاختيار ما بين الاتنين وجبت المجموع اللي يؤهلك تخش أي واحدة منهم؟ ميكانيكا إن شاء الله. ميكانيكا، اشمعنى ميكانيكا بقى؟ يعني فيها شغل كويس، يعني بحب الرياضة جدا، فده يأهلني اللي أنا أشتغل أكتر في الرياضة. تمام، بالتوفيق يا محمد. إن شاء الله. محمد بقى، عموما أنتوا فريق محمد، يعني في ثلاثة محمد وإبراهيم جه غلط، يعني إبراهيم جه في النص كده كان معدي، تعالى إبراهيم خش في الصف.
محمد بهاء، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. دكتور محمد بهاء، طبيب ايه؟ طبيب جراح قلب واوعيه دمويه. قلب، تمام. طبعا عايز احييك على لقب الطالب المثالي، ده لقب عظيم جدا، انا بحبه جدا. حصلت على اللقب ده ازاي؟ هو بدا يعني في مسابقه بتكون على مستوى المدرسه، اكون مقدم فيها كذا طالب، الحمد لله فزت على مستوى المدرسه وعلى مستوى الاداره، والحمد لله برضو فزت على مستوى المحافظه، وترشحت على مستوى الجمهوريه، بس الحمد لله ما حصلش نصيب. يعني انت الطالب المثالي على مستوى المحافظه، ما شاء الله. نحيي كلنا محمد بهاء. باشمهندس ابراهيم، مهندس بترول باذن الله ان شاء الله. اشمعنى بترول يا ابراهيم؟ حاجه صعبه، حاجه عميقه، حاجه الواحد يستاهل يتعب عشانها. تمام. اخبار التايكوندو ايه؟ الحمد لله. مركز اول ان شاء الله. اشمعنى اخترت التايكوندو؟ يعني اللي لقيتها رياضه حلوه، مشط الجسم، تفرق عن باقي الرياضات، بستخدم جسمي كله، بحرك الرجل، بحرك الجسم كده، يعني رياضه جميله جدا، بس اهم حاجه الواحد يستخدمها صح. مظبوط، عشان انت معاك مراكز يعني ممكن تعملها مشاكل. محمد احمد، ازيك يا محمد؟ الحمد لله استاذ حسام. رئيس النادي الاهلي مره واحده، مش اي رئيس، كمان النادي الاهلي، يعني مكان محمود الخطيب. فعلا ده مكان كبير، فعلا انا اخترت النادي الاهلي لاني مشجع وعاشق للنادي الاهلي منذ الطفوله، يعني بشجع النادي الاهلي وراه في اي مكان، يعني اهلاوي صميم زي كده. ايوه. وعلى الجانب الثاني عايز تبقى رائد فضاء ان شاء الله، وكاله فضاء خاصه بيك. فكرت في الموضوع ده ازاي؟ انا فكرت فيه، انا الاول يعني قلت ليه مصر ما تبقاش فيها وكاله فضاء زي وكاله ناسا مثلا، دي هتساعد في التطور في مصر، وهتخلي مصر تتقدم مراكز كثيره في التصنيف العالمي في الابحاث العلميه. عندك حق، ربنا يوفقك يا محمد في احلامك لصالح بلدنا باذن الله ان شاء الله. بالتوفيق يا محمد. أما المدرسة التانية واللي مشرفانا من شبين الكوم، محافظة المنوفية، نرحب كلنا بمدرسة عبد العليم عرفة الخاصة. مدارس عبد العليم عرفة الخاصة للغات AALS تأسست سنة 2006 بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تهدف إلى خلق جيل قوي من الشباب قادر على مواكبة التطور التكنولوجي، واثق من قدراته، محب لوطنه، مقدر لتحديات المستقبل. تقوم المدرسة بتعليم طلابها العديد من اللغات الأجنبية، بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. حصلت على الكثير من الجوائز في مختلف الأنشطة على المستويين المحلي والدولي. هيمثل مدرسة عبد العليم عرفة في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم معاذ أحمد. اسمي معاذ أحمد، عندي 15 سنة، من مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات، محافظة المنوفية. طبعاً مضغوط جداً النهاردة، وأتمنى إن احنا نحقق حاجة عالية في المسابقة دي، وأفخر بنفسي إن أنا النهاردة مشارك في البرنامج ده، عشان أقدر إن شاء الله أنا أجمع نقط، نقدر تحول لفلوس البنك الأهلي عشان يقدر يبيعها يطور المدارس الحكومية. أمل كمال. اسمي أمل كمال، عندي 15 سنة، مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات، محافظة المنوفية. حلمي إن أنا أكون باحثة في الارتفيشال انتليجنس، كل دول العالم دلوقتي بتستخدمه، وأنا بتهيألي إن مصر هي كمان لو بدأت تستخدمها تكون زي الدول دي، مش هيكون في فرق بيننا وبينهم. استعدينا في المسابقة، جبنا سورسات، مسيح أحمد حلمي ساعدنا إن احنا نجيب سورسات، كمان المدرسة وفرت لنا حاجات برضو عشان نستعد للمسابقة كويس. عبد الرحمن غندور. اسمي عبد الرحمن غندور، عندي 15 سنة، مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات، محافظة المنوفية. فالفكرة كانت فكرة مسيح أحمد حلمي اللي احنا نشارك في البرنامج ده، وجمعنا وقعدنا نجهز ووصلنا لحد هنا. هنا ابقى مهندس حربي علشان بحب الهندسة واخدم وطني بطريقة مباشرة، مش انا مثلا مهندس وبطريقة غير مباشرة، كنت اخدم بطريقة مباشرة فاخترت المجال الحربي. فيروز عمار. اسمي فيروز عمار، عندي 15 سنة، مدرسة عبد العليم عرفة الخاصة للغات، محافظة المنوفية. أكتر حاجة شاطرة فيها هي التاريخ والأدب، وإن شاء الله مش خايفة من حاجة، معتمدة على فريق إن هو شاطر وسطيفي. عبد العليم عرفة، الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك. مشواركم ما كانش صعب زي الأقصر. أكيد طبعًا. أكيد صح. معاذ، ازيك يا معاذ؟ الحمد لله كويس. احساسك ايه وانت موجود معانا في العباقره؟ فخور بنفسي طبعا ان انا جيت البرنامج ده وقدرت اوصل له، وان شاء الله يعني اكون كويس فيه. معاذ عايز تبقى دكتور اعصاب، اشمعنى التخصص المختلف ده؟
حاسس ان هو مجال مهم وبس في الطب بس مش واخد حقه قوي، فعايز ان شاء الله ان اظهر فيه واعمل حاجه كويسه فيه. معاذ كمان بتلعب كاراتيه. كنت زمان بلعب كاراتيه. واعتزلت ليه بقى؟ كان لازم تكمل يعني. انت معاك حسام بني، هترجع تكمل كاراتيه ان شاء الله يعني. بالتوفيق يا معاذ. امل ازيك يا امل؟ الحمد لله. احساسك ايه بقى؟ انا بصراحه فخوره اللي انا وصلت لهنا واللي انا بدات احقق اول حاجه من طموحاتي. انت عندك طموحات كبيره جدا. ذكاء الاصطناعي صح؟ ايوه. بتفكري ازاي؟ هو انا بصراحه حسيت ان اللي انا اكون بحثها في الذكاء الاصطناعي دي حاجه جديده وجذبتني، ان هي اصلا دي ما حسيتش ان هي منتشره قوي في مصر، وحسيت ان هي المفروض تنتشر وتكون موجوده في مصر عدد اكبر، ان اصلا كل دول العالم دلوقتي بقت تستخدمها. مصر حسيت ان مصر لو استخدمتها هتكون زي الدول العالم اللي استخدمتها، مش هيكون في فرق بيننا يعني. هنكون بس احنا ابتدينا نتكلم في الذكاء الاصطناعي كتير، واعتقد ان في ابواب كتيره هتتفتح ليكوا الفتره اللي جايه. نرجع لماتش النهارده. اوكي. جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. عبد الرحمن الغندور، ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله. الان يعني اكيد يعني لازم ابقى الان. طبيعي. فنية عسكرية. اشمعنى فنية عسكرية؟ عشان بحب الهندسة، كنت حابب يعني اخدم وطني بطريقة مباشرة، مش لا اطلع مهندس افتح مكتب هندسي وبتاع، لا اشتغل في الحربية واخدم وطني واخليه يتطور في نظام الاسلحة والطيران وكده. واضح ان انت يعني عندك طموحات كبيرة جدا. ايوه بالنسبة للفنية الحربية. بالنسبة للفنية الحربية حاجة جميلة جدا. اخبار البطولات ايه بقى؟ بالنسبة للتنس كويس الحمد لله، لسه في بطولة كمان شهر كده ان شاء الله. شدت حيلك. ايوه. مركز ثالث؟ تلات محافظة. المرة الجاية عايزين المركز الأول ان شاء الله. بتحب مين من لعيبة التنس؟ نوفاك دوكوفيتش. طبعا نوفاك جبار. انا الحقيقة بحب فيدرر. فيدرر طبعا. تمام. فيروز، ازيك يا فيروز؟ الحمد لله. قلقانة؟ بس هي قلق طبيعي. صح وصحي أكيد. بتفكري في أحلامك إزاي يا فيروز؟ هو في حلم دراسي، هو إن أنا ما عملتش ريسيرش في الموضوع ده قوي، بس أنا عايز أوصل لكلية تكون ميكس بين بيولوجي وفيزيكس. أنت عايزة تروحي الهندسة الوراثية؟ مثلا زي ما قريت. تمام تقريبا. هتعملي إيه في المجال ده؟ هو أنا حابة البيولوجي وحابة الفيزيكس، فيمكن دي تكون خطوة تخليني أبدع في الموضوع ده وأطور من حاجات كتيرة يعني. تمام. موضوع مجال واسع وكبير جدا جدا. في موضوع انت مهتمه بيه بالنسبه لي لفت انتباهي على الجانب الانساني، احكي لي بتفكري ازاي بالنسبه للايتام او الاطفال اللي بلا مأوى او بلا اهل تقريبا بلا مجتمع. يعني نفسي ان انا اقدر اساعدهم، بس بطريقه ما تكونش تحت مسمى دور رعايه او دور ايتام، لا تكون يعني بيتي او بيت بابا وماما، هو ده حلم بابا وماما اصلا. ان احنا يكون بيتنا دور الاستضافه للاطفال دي، بس تحت مسمى انه بيتنا مش دار ايتام. يعني انت ممكن تعملي دار وتسميها بيتنا، يعني حاجه زي كده، ويبقى زي البيت فعلا. ده هدفي يعني. فكرة عظيمة وبحييك عليها وبحيي والدك ووالدتك. عارفة يا فيروز، لو كل الناس فكروا بإنسانية كده أكيد هنروح في مكان أفضل بكتير من اللي احنا فيه. قبل ما تنتهي حلقة النهاردة لازم نحيي المدرستين، مدرسة عبد العليم عرفة ومدرسة خالد بن الوليد. العباقرة في الموسم السابع مستمر زي ما هو، خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي العملة الرسمية لدولة الكويت؟ محمد أحمد. الدينار الكويتي. الدينار الكويتي إجابة صحيحة. الدينار الكويتي هي الإجابة الصحيحة. وبكده محمد أحمد هتختار مين اللي يبتدي الأول. مدرسة عبد العليم عرفة. أنتوا اللي هتبتدي الأول. شايفين الشياكة من الأقصر. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عبد العليم عرفة عندكم سؤال في الجغرافيا.
في جوكر جغرافيا. والسؤال هو في أي دولة عربية يقع جبل مرة؟ في أي دولة عربية يقع جبل مرة؟ فات 8 ثواني وفاضل 8 ثواني. أمل إجابتك. المغرب. المغرب 10 نقط. إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمد مصطفى. السعودية. السعودية إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 5 وناقص 5. البحرين، السودان، عمان، الكويت. محمد بهاء كنت عايز تقول ايه؟ السودان. الإجابة الصحيحة السودان. دلوقتي مدرسة خالد بن الوليد عندكم سؤال في جغرافيا. في جوكر؟ جغرافيا. والسؤال هو تقع بحيرة ألبرت على الحدود بين الكونغو الديمقراطية ودولة أخرى، فما اسمها؟ إبراهيم إجابتك. إثيوبيا. إجابة خاطئة. عبد العليم عرفة في إجابة. معاذ. النيجر. واضح إن أنتوا مش فاكرين الخريطة كويس. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 5 أو ناقص 5. أوغندا، زامبيا، نيجيريا، السنغال. محمد مصطفى خدت الريسك بزائد 5 أو ناقص 5. إجابتك إيه؟ أوغندا. أوغندا خدت الريسك ليه؟ إن شاء الله متأكد مني. متأكد منه؟ إن شاء الله. محمد مصطفى إجابة صحيحة. أوغندا الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا محمد. محمد مصطفى خدت الريسك وخدت 5 نقط. 5 خالد بن الوليد، عبد العليم عرفة مفيش نقط، بس في سؤال في التاريخ. في جوكر؟ تاريخ. والسؤال هو ما هي الدولة العربية الإفريقية التي كان يطلق عليها الصومال الفرنسي؟ دولة عربية إفريقية كان بيطلق عليها الصومال الفرنسي. 10 ثواني. تمنتاشر ثانية يا أمل. أقول إجابتك. موريتانيا. أنا بقولك إجابة مضحكة أو خاطئة يعني. يعني ما بين مضحكة أو خاطئة. لا هي مش مضحكة، هي خاطئة. أوكي. إجابة خاطئة. محمد أحمد إجابتك. الجزائر. الجزائر. الجزائر إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 5 وناقص 5. الصومال، السودان، جيبوتي، ليبيا. المرة دي محدش خد الريسك. محمد عمال توشوش إبراهيم تقول له إيه؟ السودان. الإجابة الصحيحة جيبوتي. دلوقتي عندنا السؤال الثاني في التاريخ لخالد بن الوليد. في جوكر؟ يلا. تاريخ. والسؤال هو من هو القائد العسكري الذي سيطر في القرن 13 على أكثر من سدس العالم القديم؟ احتل 12 مليون كيلومتر مربع. محمد مصطفى. اسكندر الأكبر.
إجابة خاطئة. 20 نقطة وهاخد إجابة حالا. أمل. فيليب الثاني. فيليب الثاني. فيليب الثاني إجابة خاطئة. المرة دي الاختيارات بزائد 10 أو بناقص 10. هولاكو، تايمون لانك، جنكيز خان، تولوي. محمد مصطفى خدت الريسك، انت معك 5 نقط، يا يبقوا 15 يا يبقوا ناقص 5. اجابتك جنكيز خان. جنكيز خان ب10 نقط، محمد مصطفى خدت الريسك، واجابه صحيحه. جنكيز خان، جنكيز خان هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 15 خالد بن الوليد، عبد العليم عرفة مفيش نقط. عبد العليم عرفة عندكم سؤال في الأدب، في جوكر؟ لا لا لا، أدب. والسؤال هو: من هو الروائي المصري الشاب مؤلف لقاء مع كاتب رعب؟ مين الروائي المصري الشاب اللي ألف لقاء مع كاتب رعب؟ خمس ثواني. أمل. أحمد مراد. أحمد مراد أعماله معروفة صح؟ وده رعب مش سكة أحمد مراد. إجابة خاطئة. الأقصر، في إجابة؟ محمد مصطفى إجابتك. محمد صادق. برضو محمد صادق مش سكته الرعب. محمد مصطفى إجابة خاطئة. 4 اختيارات زائد 5 وناقص 5. حسن الجندي، عمرو عبد الحميد، عمرو الجندي، محمد عصمت. الإجابة الصحيحة حسن الجندي، كاتب الرعب المعروف. مش معقولة، ازاي مشهور جدا. السؤال التاني في الأدب، الأقصر، جاهزين؟ أدب. والسؤال هو: من هو الروائي البرازيلي مؤلف رواية ألف؟ مين المؤلف لرواية ألف؟ 10 ثواني. محمد أحمد في الثانية العشرين، إجابتك؟ جونيور داكوستا. محمد أحمد إجابة خاطئة. فرصة عبد العليم عرفة تخطفه 10 نقط، في إجابة؟ 4 اختيارات بزائد 5 وناقص 5. باولو كويلو، ماريو دي أندرادي، ماركوس ري، أدونياس فيليو. انت عايزين تقولوا ايه؟ تقول ماريو دي أندرادي. انا كنت اقول باولو. اكيد باولو كويلو. اكيد ما ينفعش بقى اي حد تاني. طيب اخر سؤالين في الفقرة في العلوم، واول سؤال عبد العليم عرفة، في جوكر؟ علوم. والسؤال هو: ما هو العدد الذري لعنصر الأماريسيوم؟ ما هو العدد الذري لعنصر الأماريسيوم؟ 10 ثواني. إجابة خاطئة. في إجابة؟ محمد أحمد. 84. 84 إجابة خاطئة. زائد 10 أو ناقص 10. 4 اختيارات وصدنا على الشاشة: 98، 95، 96، 91. محمد أحمد
خفت انت طبعا من العشر نقط دول، كنت عايز تقول ايه؟ 95. الإجابة الصحيحة 95. يعني الإجابة كانت عندك. خسارة يا محمد. آخر سؤال في الفقرة، الأقصر وانتوا خلاص خدتوا الجوكر. علوم، والسؤال هو إلى أي أنواع الصخور ينتمي الجرانيت الأسود؟ فات 8 ثواني، فاضل 8 ثواني. الجرانيت الأسود، محمد أحمد إجابتك. الصخور النارية. الصخور النارية، محمد أحمد إجابة إيه؟ خاطئة. برافو عليك، إجابة صحيحة. الصخور النارية هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك محمد أحمد. وبكده النتيجة خالد بن الوليد 25، عبد العليم عرفة خرجته من فقرة العلم من غير ولا نقطة. دي مشكلة، محتاجين تركزوا. المباراة في أولها بس أنتوا محتاجين تركزوا. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 25 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 50,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس ومباراة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. 25 خالد بن الوليد، عبد العليم عرفة لسه ما فيش نقط بس في تغيير. فاطمة الزهراء عمرو نزلت مكان أمل كمال. فاطمة ازيك؟ الحمد لله. حلقة صعبة شوية والإجهاد باين عليكم، انتوا التمانية من الصفر. هنشد حيلنا ونركز ان شاء الله. فاطمة حلمك جميل ومختلف، حلمك ايه؟ عايزه اكون طبيبه عسكريه. اشمعنى؟ شايفه ان دي اكتر منظومه انا عايزه انتمي ليها، بتجمع ما بين كذا حاجه، الانضباط والعمل الجاد، وبرده يعني على الاقل اديلهم يعني حقهم، هما بيتعبوا عشان خاطرنا كتير، فبرده اكيد لازم مش بيتعبوا. يعني بيتعبوا بيفدوا حياتهم. فاقل حاجه ان انا ساعدهم. حاجه عظيمه جدا، وعندك حق، اختيار موفق جدا. انا مبسوط من حاجه تانية كمان، ان انتوا مهتمين بالسله، كره السله، وكسبتوا بطوله. بطوله ايه؟ مع مدرستي بنكسب بطوله اول المحافظه، وان شاء الله الفتره الجايه هلعب جمهوري. الفتره الجايه هتلعبي جمهوري؟ وعايز العب في منتخب مصر برضو. محدش عارف، ممكن في يوم من الايام نقول رياضه والسؤال هو، ونسال عن فاطمه وكره السله. محدش عارف صح ولا غلط. صح. بالتوفيق يا فاطمه. وحصل عندنا تغييرين في خالد بن الوليد، مصطفى عبد الله مكان محمد بهاء، ومصطفى احمد مكان محمد احمد. النهارده في اتنين مصطفى وفي تلاته محمد، ايه موضوع الاسماء عندكم في الاقصر؟ ايه الحكايه؟ مصطفى عبد الله ازيك؟ تمام الحمد لله. مصطفى عبد الله حلمك يا تخش طب يا تخش علوم. هو انا كنت ان شاء الله يعني ناوي على علوم او طب، هما الاثنين كنت عايز ادرس اعمل ابحاث كعلاج لمرضى السكر او الضغط، عشان هما اكتر مرضين منتشرين في العالم كله مش في مصر بس. طبعا. فانا كنت عايز اعمل ابحاث واربط الهندسه الوراثيه بالموضوع ده، وان شاء الله يكون لي حل. ربنا يوفقك، تفكير محترم احييك عليه. مصطفى احمد حلمك ايه يا مصطفى؟ مهندس بترول ان شاء الله. باذن الله. اخترت المجال ليه؟ حاسس اني هقدم فيه حاجه جديده ان شاء الله. يعني زيك زي ابراهيم، تطلعوا انتوا الاثنين على جامعه واحده ان شاء الله. باذن الله، بالتوفيق يا مصطفى. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه اربع اجزاء، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. واول حاجه هنبتدي بيها هي المعلومات العامه، واول اتنين مصطفى عبد الله وعبد الرحمن غندور. عبد الرحمن الغندور ومصطفى عبد الله، وسؤال في المعلومات العامه ب10 نقط. روح رياضيه، تمام.
معلومات عامة. والسؤال هو: ما هي أعلى الدول العربية تصديراً للؤلؤ في عام 2018؟ تخيلوا إن في دولة عربية. موريتانيا. موريتانيا إجابة خاطئة. جيبوتي. دوس على البازر. جيبوتي. جيبوتي إجابة خاطئة. استنوا بقى، الإجابة الصحيحة الإمارات العربية المتحدة. وبيصدروا بكام؟ تخيل الرقم، 431 مليون دولار، يعني زي البترول كده. تفضلوا. سؤال تاني في الرياضة، فاطمة الزهراء وإبراهيم مصطفى، إبراهيم وفاطمة، وروح رياضية من فاطمة. غريبة قوي إنهم ينزلوا بنت في الرياضة. باسكت بقى باسكت وكده صح؟ هنشوف. خلي بالك لو خطفت منك 10 نقط تبقى مشكلة. رياضة. والسؤال هو: ما هو النادي الإسباني المنظم لبطولة جوان جامبر الودية السنوية لكرة القدم؟ ما هو النادي الإسباني المنظم لبطولة جوان جامبر الودية السنوية لكرة القدم؟ نادي إسباني مشهور جدا، يعني كان لازم أقول كلمة مشهور جدا عشان تدوس على البزر. إجابتك برشلونة. فاطمة إجابة صحيحة. فعلا برشلونة هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا فاطمة، أول 10 نقط لعبد العليم عرف. ودلوقتي عندنا السؤال الثالث في التكنولوجيا، وفي روح رياضية تكنولوجيا. والسؤال هو: ما هي شركة التكنولوجيا العالمية التي صممت روبوت بروجكت ديبيتر؟ شركة أبل. أبل إجابة خاطئة. عندك فرصة تدوس على البازر وتجاوب. مايكروسوفت. مايكروسوفت إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة اي بي ام. تفضلوا. السؤال الأخير واحد لواحد في القدرات الذهنية، فيروز ومحمد. محمد مصطفى وفيروز، وسؤال في القدرات الذهنية. قدرات ذهنية. والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 30 في 12 زائد 24 في 30 يساوي كام؟ عشر ثواني. 1440. 1440 إجابة خاطئة. فيروز إجابتك 1080. 1080 إجابة صحيحة. 1080 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا فيروز. وبكده النتيجة 20 عبد العليم عرفة، خالد بن الوليد 25. ودلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة. والسؤال هو: في أي دولة عربية تقع أول محطة رفع الطاقة الشمسية في العالم؟ فاطمة. مصر. مصر يا فاطمة. إجابة إيه؟ لا أنت عارفة. إجابة إيه؟ خاطئ. برافو عليك، إجابة صحيحة. مصر هي الإجابة الصحيحة. برافو عليكي. وده كان سنة 1913، قبل ما العالم كله يبدأ في مجال الطاقة الشمسية كان مصر فيها محطة لرفع الطاقة الشمسية. برافو عليكي. وبكده النتيجة 30 عبد العليم عرفة، 25 خالد بن الوليد. واضح ان انتوا بتسلموا لبعض الفقرات، يعني انتوا خدتوا الفقرة الاولى ورجعتوا لورا، هما دخلوا خدوا الفقرة التانية ومكملين. دلوقتي عندنا السؤال التاني في الرياضة، والسؤال هو:
في أي دولة من دول أمريكا الشمالية تقع أكبر ساحة لمصارعة ثيران في العالم؟ أمريكا. أمريكا؟ إجابة خاطئة. في إجابة؟ المكسيك. المكسيك بعشر نقط. إجابة إيه؟ خاطئة. إجابة صحيحة. فعلاً المكسيك. برافو عليك يا مصطفى. عشر نقط مهمين جداً. 35 خالد بن الوليد، عبد العليم عرفة 30. ودلوقتي السؤال الثالث في التكنولوجيا، والسؤال هو: الشعار في الصورة لأحد أشهر تطبيقات مكافحة الفيروسات، فما اسمه؟ محمد مصطفى، إجابتك مايكل أنجلو. مايكل أنجلو. ده بتهزر صح؟ لا ودمك خفيف. مايكل أنجلو. إجابة خاطئة. في إجابة ولا ما فيش إجابة؟ واضح إن ما فيش إجابة. الإجابة الصحيحة ويندوز ديفندر. أيوة بالظبط كده. يا نهار أبيض. تمام. آخر سؤال في الفقرة، قدرات ذهنية، والسؤال هو: أوجد قيمة أكس في الصورة. 45 في 2 زائد كام؟ مصطفى إجابتك. 50. يا مصطفى 50 إجابة صحيحة. برافو عليك يا مصطفى. 50 الإجابة الصحيحة. الحقيقة أنت حسبتها بسرعة، برافو عليك. وكل النتيجة 45 خالد بن الوليد، 30 عبد العليم عرفة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة بألفين جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 150,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. الموسم السابع عبقرة المدارس، ومباراة في دور الـ 32، وهفكركم النتيجة: خالد بن الوليد 45، عبد العليم عرفة 30. وعبد العليم عرفة حصل عندنا تغيير واحد بس، جيان وائل نزلت مكان فيروز عمار. ازيك يا جيان؟ الحمد لله. الاسم الجديد ده ما عداش علينا قبل كده، تخيلي. جيان يعني وردة في الجنة. الله، اسم جميل جدا. جيان عايزه تبقي مهندسه طيران. ايه ده؟ الفكره دي جاتلك منين؟ مجال مختلف، وبعدين انا بحب الطيران، وده هيخليه يحقق الجزء الثاني، يعني حلمي الثاني. يعني فكره الطياره وهي طايره في السماء كده هي اللي معلقاكي بالفكره؟ جميل. على العموم مجال حلو جدا، والبنات اللي بيشتركوا فيه قليلين جدا، فهتبقي مميزه لو شاطره. بالتوفيق يا جيان. وحصل عندنا تغيير واحد بس، خالد بن الوليد. محمد بهاء رجع مكان مصطفى عبد الله. ودلوقتي مع الفقره الثالثه، فقره الفنون. الفنون. الفنون اربع اجزاء: سينما ومسرح، اغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعه البديهه. 8 اسئله بتعتمد على السرعه بتمانين نقطة. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو: من قامت بدور نادرة في مسلسل أهو ده اللي صار؟ مين اللي قام بدور نادرة في مسلسل أهو ده اللي صار؟
فاطمة إجابتك. أمينة خليل. أمينة خليل إجابة خاطئة. في إجابة؟ مصطفى أحمد عنده إجابة. إجابتك إنجي المقدم. إنجي المقدم إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة روبي. دلوقتي عرفتوها صح؟ السؤال الثاني في السينما والمسرح، والسؤال هو من هو الفنان الذي لعب دور إبراهيم في فيلم إسماعيلية رايح جاي؟ كان بطولة محمد هنيدي. مين كان معاه؟ محمد فؤاد. محمد فؤاد. يا فاطمة إجابة صحيحة. فعلا هو محمد فؤاد. وبكده نتيجة 40 عبد العليم عرفة، 45 خالد بن الوليد. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأغاني والموسيقى، والسؤال هو ما اسم فرقة الأندر جراوند الشهيرة صاحبة أغنية صياد؟ عشر ثواني. فاطمة عارفة مسار إجباري بس. مسار إجباري بعشر نقط. إجابة إيه؟ مش معقولة بقى. إيه؟ إجابة صحيحة. يا فاطمة يا محظوظة. أنت يا فاطمة محظوظة بجد ما شاء الله. 50 عبد العليم عرفة، 45 خالد بن الوليد. ورجعوا في المباراة وتقدموا عليكم. سؤال التاني في الأغاني والموسيقى، وحنسمع أغنية الأول. أغاني وموسيقى، والسؤال هو أغنية Send My Love لمطربة بريطانية شهيرة، فمن هي؟ حاسة كاتفري صوتها تقريبا. من صوتها خالص. خلاص يبقى فاطمة. مش كل مرة بقى، مش ممكن. إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ ما بتسمعوش أغاني أجنبي شكلكوا كده. الإجابة الصحيحة أدل. أيوة جمهور الأقصر كانت الإجابة عنده. دلوقتي عندنا سؤالين في اللوحات والمعالم، والسؤال هو لوحة هوم كومينج واحدة من أشهر لوحات الفنان هانس بولر، فما هي جنسيته؟ هانس بولر جنسيته إيه؟ محمد مصطفى بريطاني. إجابة خاطئة. وهرجع لك تاني، يا ترى في إجابة؟ عبد الرحمن فرنسي. فرنسي إجابة خاطئة. ألماني. قلت لك هرجع لك تاني، جنسيته إيه؟ هانز. ألماني. مش ممكن، لازم يبقى ألماني، ما ينفعش يبقى حاجة تانية. الإجابة الصحيحة ألماني. بتخسروا نقط. قال لي ألماني والله بس غيرها بقى. السؤال الثاني في اللوحات والمعالم، والسؤال هو في أي محافظة مصرية يقع سور مجرى العيون؟ سور مجرى العيون في محافظة إيه؟ إبراهيم. القاهرة. القاهرة. سور مجرى العيون مين اللي عمله؟ صلاح الدين الأيوبي. وعملوا فين؟ في القاهرة. إجابة صحيحة. طبعا سور مجرى العيون في القاهرة، وعملوا عشان يمد المية لقلعة الجبل، للقلعة. تمام. 55 خالد بن الوليد، عبد العليم عرفة 50.
النتيجة قريبة جدا. آخر سؤالين في الفقرة، سرعة البديهة والسؤال هو كم ساعة في 7 أيام ونصف؟ فاطمة إجابتك 168. إجابة خاطئة. مصطفى إجابتك 180. 180 بعشر نقط. إجابة صحيحة. 180 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مصطفى. 65 الأقصر، 50 عبد العليم عرفة. ودلوقتي آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة، والسؤال هو ما اسم الفيلم الأمريكي في الصورة؟ ممكن من الصورة تتخيلوا الاسم. فاطمة Animals Book. Animals Book إجابة خاطئة. The Jungle Book. The Jungle Book محمد بهاء إجابة صحيحة. The Jungle Book هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك بهاء. معاذ أنت قلت The Jungle Book، أنا سمعك كذا مرة كذا مرة، عايز أعرف ما خدتش قرار ليه وقلت. أنا كنت أخد القرار بس مش واثق قوي برضه يعني. Hard luck. وبكده النتيجة 75 خالد بن الوليد، 50 عبد العليم عرفة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة الفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 100,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 250,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس ومباراة مهمة جدا في دور ال 32، والنتيجة 75 خالد بن الوليد، 50 عبد العليم عرفة. وعبد العليم عرفة حصل عندنا تغييرين، أمل كمال نزلت مكان فاطمة الزهراء عمر، وفيروز عمار نزلت مكان جيان وائل. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. محمد مصطفى وأمل كمال، أمل كمال ومحمد مصطفى، وهنشوف الهدف الأول لمين. علوم، والسؤال هو ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الفانديوم؟ الفي. في الهدف الأول صح، هي دي فعلا هدف بلا مقابل. هارد لك يا أمل. هارد لك. فيروز وصلت، محمد معاه هدف، وانتي معكيش اهداف. الهدف التاني معلومات عامة، والسؤال هو ما هي اللغة الرسمية لدولة اوغندا الى جانب السواحلية؟ انجلش. الانجليزية الهدف الاول. برافو يا فيروز. وكده هدف مقابل هدف، محمد بهاء وصل. يا الهدف الثاني لفيروز، يا الهدف الثاني لمحمد بهاء. معلومات عامة تاني، والسؤال هو كم عدد ألوان علم دولة أوزبكستان؟
ثلاثة؟ ثلاثة؟ إجابة خاطئة. فيروز عندك إجابة؟ أربعة. هما إيه؟ لا عارفة بالظبط، عارفة أخمن. أبيض وأحمر وأزرق وأخضر، والهدف الثاني الهدف الثاني لفيروز، هدفين مقابل هدف. إبراهيم الحمد لله على السلامة، هدفين مع فيروز وهدف مع الأقصر. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 20 ناقص 20 في 20 زائد 2000 يساوي كام؟ 2000. إجابة خاطئة. ألف ستمائة وعشرين. الهدف الثالث. برافو عليك فيروز، لقب هاتريك، ثلاث أهداف مقابل هدف. يا الهدف الرابع لفيروز بخمسة وعشرين نقطة وتتعادلوا. نبتدي من الأول، هنشوف قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 44 على 4 في 22 على 2 يساوي كام؟ إجابتك 121. 121 ما شاء الله. الهدف الثاني، برافو عليك يا مصطفى، ما شاء الله، برافو عليك. بصراحة عفارم عليك، معرفش حسبتها بسرعة كده ازاي، بس حاجة عظيمة جدا. فيروز عملت اللي عليك وزيادة، رجعت بلقب هاتريك، محدش يقدر يلومك. وعبد الرحمن وصل. يا الهدف الثالث لمصطفى ويتعادل، يا عبد الرحمن يرجع بالهدف الرابع. هنشوف تاريخ، والسؤال هو عن أي دولة أوروبية استقلت الهند عام 1947؟ إنجلترا. إنجلترا الهدف الثالث، ثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف. برافو عليك يا مصطفى، كده تعادلتوا. هنشوف إيه اللي هيحصل. معاذ موقف صعب جدا، الهدف الرابع بخمسة وعشرين نقطة، سؤال واحد بس بخمسة وعشرين نقطة، يا إما معايز يتعادل يا إما مصطفى يحاول يهرب بالمباراة. أدب، والسؤال هو من هو الأديب الراحل صاحب كتاب مستقبل الثقافة في مصر؟ طه حسين. طه حسين يا مصطفى الهدف الرابع، طه حسين هي الإجابة الصحيحة. مصطفى خطفت 25 نقطة، اتفضل يا معاذ. شكرا. وبكده النتيجة 100 خالد بن الوليد، 50 عبد العليم عرفة. المباراة أنا شايف إنها صعبة، أسئلة مش سهلة. الإجابة كانت عندي بس فكرت فيها، كان جنبي ضغط البازر. لو كانت مدرسة المنوفية جاوبت على السؤال الرابع في ضربات الجزاء كانت عادل. الهدف الثالث. التركيز شوية ما كانش موجود من الإرهاق. الإرهاق أكيد مأثر على المدرستين. كانت مسؤولية كبيرة جدا، مفيش قدام اختيار غير لنا طلع الثلاثة. الهدف الرابع،
دلوقتي فرصة الأقصر بقت أقوى. مش متوقع إن أنا هجيب 25 نقطة. طبعا متضايق جدا إن أنا ما قدرتش أجيب نقطة لفريقي. عادة الحظ هتحسم اللقاء. أربع أسئلة وهنشوف مين اللي هيوصل معانا لدور ال 16. المباراة لسه ما خلصتش، آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيكمل معانا مشوار البطولة وهيوصل لدور ال 16. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل مدرسة. وأول سؤال لمدرسة عبد العليم عرفة زياد أحمد. فضل يا زياد، هنشوف زياد أحمد والسؤال الأول موضوعه إيه. لفة كاملة يا زياد، اتفضل. شكرا. سؤال في العلوم. تمام، مدرسة عبد العليم عرفة، سؤال في العلوم، يا ترى ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. علوم، والسؤال هو ما هي الكتلة الذرية لعنصر الرادون؟ ما هي الكتلة الذرية لعنصر الرادون؟ ممكن بالإنجليش؟ الأتوميك ماس. أمل، إجابتك؟ 92. 92. 92 إجابة خاطئة. يا ترى في إجابة ولا مفيش إجابة؟ مصطفى، إجابتك؟ 56. 56 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 222. محمد الغريب، اتفضل يا محمد، وهنشوف محمد والسؤال الأول لمدرسة خالد بن الوليد موضوعه إيه؟ السؤال الأول أدب. مدرسة خالد بن الوليد عندكم سؤال في الأدب. 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 20. 20 نقطة، تمام. أدب، والسؤال هو من هي الكاتبة البريطانية مؤلفة كتاب ليثل وايت؟ مين الكاتبة البريطانية اللي ألفت كتاب ليثل وايت؟ خمس ثواني. مصطفى، إجابتك؟ فيرجينيا وولف. فيرجينيا وولف، إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ فيروز، إجابتك؟ جين أوستن. جين أوستن. جين أوستن بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة جي كي رولينج. نتيجة زي ما هي، 100 خالد بن الوليد، 50 عبد العليم عرفة. محمد يسري، تفضل يا محمد. هنشوف السؤال الثاني موضوعه ايه. جوكر. محمد يسري، عملت اللي عليك وجبت جوكر، عايزين تتسألوا فيها محمد؟ في القدرات الذهنية. قدرات ذهنية، تمام. 15 ثانية، سؤال ب 20 نقطة، لأن أنتوا خدتوا الجوكر في العلوم. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 300 في 9 على 4 في 2 يساوي كام؟ 300 في 9 على 4 في 2 يساوي كام؟ ألف تلتمية وخمسين. معاذ، 1350 ب 20 نقطة، إجابة صحيحة. برافو عليك يا معاذ، خطفت 20 نقطة في آخر ثانية.
كده النتيجة 70 عبد العليم عرفة، 100 خالد بن الوليد. أحمد رفعت تفضل. أحمد رفعت والسؤال الأخير في الحلقة. جغرافيا أو تاريخ؟ سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. أكيد بعشرين نقطة طبعا. هتقلقوا يطير من هنا يروح ناس. عبد العليم عرفة يتعادلوا ما قدرش ألومه. عندكم 15 ثانية. تاريخ والسؤال هو: ما هي أول عاصمة للدولة التيمورية والتي أسسها تيمور لانك من 1370 ل 1405؟ سبع ثواني. ما فيش إجابة. عبد العليم عرفة في إجابة ولا فيش إجابة؟ ما فيش إجابة. فيش إجابة يا خالد. الإجابة الصحيحة سمرقند. تشجيع من الأقصر والمنوفية. ومعايا بس آخر حاجة قبل ما ننهي الحلقة، معانا النهاردة أفضل لاعب بخمسة وأربعين نقطة من خالد بن الوليد مصطفى أحمد. نهاية الحلقة عايز أقول لفريق عبد العليم عرفة هارد لك، لعبتوا مباراة قوية ولكن فرقت معاكم في الأول. هارزك 70 عبد العليم عرفة، 100 خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ألف مبروك، اتأهلتوا لدور الستاشر. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 170 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 340 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 7,210,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. فريق عبد العليم عرفة هارد لك، خالد بن الوليد ألف مبروك، اتأهلتوا لدور ال 16. إلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. الحمد لله طبعا قدرنا نحقق الفوز. أقدر لكم مدرسة عبد العليم، طبعا كانت المنافسة قريبة ما بين الاثنين، كان ماتش صعب الصراحة، بس الحمد لله في الأول وفي الآخر على نعمة الفوز. أنا متضايقة اللي احنا خسرنا في المباراة، وهي المفروض يكون في مكسب وخساره في المباراه، فوالحظ ما حلفناش المره دي، وان شاء الله نستعد ونرجع الموسم اللي بعده ونكون اقوى. سعيد جدا الحمد لله، كمان قدرت احقق لقب افضل لاعب، ده حفزنا اكتر ان شاء الله الماتش اللي جاي.